القصيدة الحائية لأبي بكر، وأبو بكر هو عبد الله ابن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن المسمات بسنن أبي داود، وهي إحدى السنن الأربع من دواوين السنة المهمة. وأبو داود سليمان بن الأشعث هو من أصحاب الإمام أحمد وتلميذه، وله مسائل مطبوعة رواها عن الإمام أحمد اسمها مسائل أبي داود، وابنه هذا هو عبد الله ويكنى أبا بكر، إمام جليل أخذ عن أبيه وعن غيره من علماء وقته، تبحر في العلم والرواية وحدث، فله مقام عظيم في العلم لا يقل عن مقام أبيه أو يقارب مقام أبيه رحمهما الله.